السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيواتهم سليمان. اليوم جبتكم الشواء، نتمنى يعجبكم ان شاء الله بطريقتي ويكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. بسم الله نمشي للمقادير. عندي هنايا كيلو ديال الدجاج مقطع طريفات هيدا الشواء، عندي كيلو هنايا ديال البقريت هو مقطع هيدا الشواء، عندي كيلو ديال الكفته هنايا، عندي هنايا الخضيره ديك الساعه نوريها لكم، عندي القرعه، عندي مطيشة ها هي، عندي الفلفل الحمر الفلفل الخضر والبصلة، عندي هاد الهريسة غنعملها في كل شيء هاد الشيء اللي كتشوفو. عندي هنايا ثلاثة ديال البصلات طحنتهم بالحق، ماشي طحن بزاف غير شوية، والقصبر المعدنوس هاد الكمية على حسب كل واحد شنو عنده، والتويمة، وعملت لها الفلفل أسود الإبزار وشكل جبر على حسب الذوق ديال الانسان. ما نعطيكمش المقادير حيت المقادير كل واحد غيعمل على حسب ذوقه، واحد كتعجبو حاجه واحد ما كتعجبوش. عندنا اللي اساسي البصل قصبر المعدنوس والثومه والقمه على حسب الذوق اي واحد. انا عامله هنايا الفلفل اسود، عامله هنايا هو الابزار، عامله هنايا شكل جبر، الجوزه، القرفه، الكمون، فلفل احمر ما كنعملوش، وكاين اللي كيعملو كل واحد وذوقه كيفاش يمشي معاه. وعندي هنايا كومو ثلاثه د المغرف ولا اربعه ديال الزيت ديال الزيتون خلطتهم بهم، وما طحنتهاش بزاف غير شويه. هيدا كتعجبني البصله مي كتكون مطحونه، والثوم كيعطي والربع كيعطي والصابور كثر وكثر. عندي هنايا نص العلبه ديال المطيشه هي كونسنترالا، عندي هنايا واحد ثلاثه د المغارف الخبز مطحونه، عندي هنايا واحد البيضه، ودابا ان شاء الله عندي هنايا شويه السوخه غنعملها. ودابا بسم الله نمشيو لطريقه التحضير باش تشوفوا كيفاش غادي نعملها ان شاء الله. هاد الشرموله اللي عندي هنايا غادي نعملها في كل شيء، غادي نعمل هنايا هيدا على حسب كل واحد يعمل شحال ما بغى. هذه الكفته باش كتجي رطبه ضروري كنعمل لها واحد البيضه، وكنعمل لها هاد الخبيزه باش كتجي رطبه، وهذيك القمه اللي كبت عليها هذه ما غنعملهاش السوجه. صافي هادي هيدا غادي نعجنها وصافي. والملحه رانا عملت، الا كتشوفوا رانا عملت الملحه في كل شيء، في هادي عملت الملحه في كل شيء، وعلى حسب عاود الذوق ديال الانسان. الحار انا عامله شويه ديال الحار في الشرموله ديالي، ماشي بزاف غير شويه، واللي ما كيعجبوش يقدر يستغنى عنه. والصلاه على النبي. هادو غنعملهم بحال هادو، ما كنعمل فيهم لا خبز لا بيض لا حتى حاجه. ها هي الشرموله، نخليهم يشرملو مزيان على حسب عاود الكميه اللي عند الانسان، كل واحد يعمل على حسب الكميه. والصوجا كنعملها هادو، كنعمل غير واحد هيدا بحال نص مغروفه هيدا، صافي ماشي بزاف. صافي كنعملها غير في الشوا اللي غنشوي هذه الكفته، ما كنعملهاش فيها. دابا هادو عاودو من بعد نخلطهم وغنمشيو نهاد الخضيره ديالي. هنايا كيقولوا لها البيستو في اسبانيا، الناس اللي في اسبانيا كيعرفوا كيقولوا البيستو، حنا في المغرب والخضيره مخلطه وصلاه على النبي باش مابقاوش نعطيو بزاف. عندي هنايا كيلو ديال القرعه ها هي مقطعه هيدا، عندي ثلاثه د المطيشات كبار مقطعين هكذا، عندي فلفله حمراء كبيره تبارك الله كبيره، وعندي وحده اخرى عاود خضراء حتى هي كبيره تبارك الله. انا الفلفل قداش هو عملته، وكنزيد عليهم هاد الطماطي هادي هكذا هكذا، وفيها الملحه حتى هي، ونفس الشرموله كنعمل هنايا عاود هكذا. شنو هاد الخضيره كنزيد لها الزيت، كنعمل لها واحد ثلاثه د المغارف اخرين د الزيت بوحده. هادو نتوما كتعرفوا في الشوي اللي عملنا الزيت بزاف كيطلق الدخان بزاف، هادي لا، هادي غادي نزيد شويه هنايا د الزيت وصافي. وهاد اش كيعيطوا لها هاد الكفته، ماشي الكفته الدجاج، وهادو كنعمل عليهم غير هيدا واحد شويه د الليمون كيرطبها، شويه د الليمون ديك الساعه نزول لها هذيك باش كيرطبوا. هذا الليمون كيرطب الشوا، هنايا كنعملوه حنا دائما كنعرفوا الليمون، ويلا ماشي تعمل بزاف غير شويه شويه. انا نص ليمونه عصرتها في هادو بجوج غير باش كيعطيو ديك الرطوبه. دابا غادي نخلطهم، انا غنخلطهم امامكم ها هما،
واللي كيبغي يزيد يعمل الخرقوم ولا الزعفران ولا شي حاجه يعملو، كل واحد يعمل اللي بغى. انا عاد غنعمل له من هذه ومن هذه، عاد غنعمل له شويه ديال الخرقوم حيت عملت شرموله وحده باش نضيفها على كل شيء، ما بغيتش وغنخلط بيدي بسم الله باش ما نصفرش بزاف. ودابا شويه غنخليهم في النبيره واحد ساعه ونص ديال المكانه ولا ساعه الشوا، كلشي كيعرف الشوا راه ملي كيبقى بزاف راه كيجي غزال بنين. راه الا بغيتو تعملوه في الصباح وتعملوه حتى الليل، الا بغيتو تعملوه في بالليل وتخليوه حتى غدا وتعملوه، الصراحه كي قد ما دخل فيه الاقامه كتجي مزيونه. وانا حيت عندي الغدا عملته بكري شويه وغنخليه في النيبيره حتى جوج الساعات هيدا ان شاء الله يا ربي. ها هما الملحه، عاود كل واحد يقيس القياس ديالو على حسب ذوقه. هذه الكفيته عادي نخلطها. شو دابا غادي نمشي نعمل هاد باش يطيبوا لي وعاد نزيد نكمل بالتخليط، ومن بعد عاود تشوفوا ان شاء الله. هاد الشيء غنخلطوه في حاله بحال هادو، غير هادي غادي نبدلها من الموطع، بالحق جاتني صغيره شويه باش نقدر نعجنها مزيان. ودابا غادي نزيدنا هادي الزيت، لا ما لا حتى حاجه كطيب بلا ما لا حتى حاجه، غنزيدها غير الزيت ونعملها طيب، ومن بعد تشوفوا عاود كيفاش غادي نكمل عليها ان شاء الله يا ربي. ها البيستو ديالي كيطيب، الخضيره ما عرفتش شنو غنقول لكم بالمغرب، حنا كنقولوا على الخضره مخلطه وصافي. ها هي مع الربو ما كتظهرش مزيان، انا كنشوف واش نقدر نشبرها مزيان. ها هي لا دابا فيها كلشي ديالها، ها هي علي نطيب، وملي طيب نوريها لكم ان شاء الله، ومنين نكون عن شوي عاود نوريهم لكم ان شاء الله يا ربي. نتمنى تعجبكم ان شاء الله يا رب العالمين. البيت ديالي ديال الكفته انا غادي نعملهم ان شاء الله دابا الفران، عملت لهم هيدا وغادو غنعملهم في الفران ان شاء الله. رشيت عليهم شويه د الماء باش كيبقاو مزيونين، عي كترش هيدا عليهم الماء، الشرموله ديالهم فيهم راه تبارك الله اكثر من جوج ساعات وما عندي كيشيخو. ولوي عملت لهم فهاد العويدات وعملت لهم هكذا ورشيت عليهم شويه د الماء، دابا غندخلهم في الفران. والدجاج والحما ها هما فينوما، انا عنبدا نشوي دابا ان شاء الله يا سيدي ربي، وملي نساليهم تشوفوهم في بلاطه التقديم، وديك الساعه نوريكم عاود السلسيطه ديالي، عاود نشوف شنو غادي نعمل في الطبيصل باش نعوطهم مزيان ان شاء الله، وتكونوا على خاطركم تكونوا راضيين عليا ان شاء الله. الشكل النهائي ديال البلاطو ديالي ديال الشواء نتمنى يعجبكم يا ربي. ها الدجاج، ها الحما، ها الكفته، وعملت هاد الشلاضه مغربيه غير بغيت نعمر بها البلاطو. ها هو عملت الخيار وبصيله وماطيشه الزيتون، ما عملتش الحاجات بزاف، درت شويه الصحتر والخال، كلشي باقي سخون هو كي يطلع الربو. نتمنى تعجبكم يا ربي. والبيستو ديالي ها هو الخضيره كامله كتجي بنينه بزاف حتى هي، عرفقوه معاها وانتم عينكم وميزانكم وشوفوا حكموا جربوا الحاجه، وحنا تحت الامر. وشكرا بزاف وشيوة ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله، نتمنى المزيد يعجبكم ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي. ونتمنى هاد الشهيوه تجيكم على خاطركم ونكون تحت الامر ديالكم ان شاء الله. وشكرا بزاف الناس اللي كيساندوني واللي كيشجعوني، وخلي ما كيساندنيش يشادني حتى هو، شكرا بزاف. ونتمنى ربي يشارك معايا تشجعوني، وشويه بشويه وحنا ماشيين ندربوا شويه معاكم، ونتمنى على الله تعالى وتبارك نكون عند حسن ظنكم. وشكرا بزاف وشهيوة ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله.